بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الاحتفال احتفال اليوم يوم الثلاثاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختمت القران فضيله الدكتوره، ختمت القران في السعوديه وافضل دوله هي وبابا فضيله الدكتور عبد المجيد سيد احمد عسقطية، بارك الله فيهم جميعا وصحه لهم وبالهم يا رب العالمين. الله 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 على القران وجمال القران. اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم صل وسلم وكرمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وشفعنا وجعل القرآن شفيعا لنا يوم الدين يا رب العالمين. وبكل خاطر الدكتور كمال والصحة له وباله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملا أعلى يوم الدين يا رب العالمين. يا رب اصلح لها وبالها يا رب، فضيلة الدكتورة اصلح لها وبالها وكبر خاطرها يا رب وارض عنها يا رب العالمين. اللهم استرها في الدنيا والآخرة وكبر خاطرها يا رب العالمين. الله الله على القرآن وجمال القرآن يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. أفضل مكان وأحسن مكان مسجد الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب، إن الصلاة على الحبيب دواء وشفاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين. أخذت الصلاة وردة يومية جعلت حياتي حلويا وعسليا وعملية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. الله الله شفيها بالقرآن وعافاها بالقرآن وجعلها في أعلى الجنان بالقرآن يا رب العالمين، وجعلها مع الحبيب العدناني صلى الله عليه وسلم. اللهم